دكتور بدران اتأخر قوي. زمانه جاي. بيقولوا في تغيير وزاري ومش بعيد يكون اتصلوا بيه. هما فعلا اتصلوا بيه وانا كلمته بالتليفون وباركت له وزمانه جاي. الحقيقه الدكتور بدران يستاهل كل خير. ازيك يا نادي؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ايه هو انتوا ما بتتكلموش بعد من يوم الطلاق؟ ليه يا دكتور؟ احنا دايما نسعى على بعض. ما انت ناس ان احنا زملاء اصدقاء قبل اي حاجه ولا ايه؟ ما تتصورش انا اتضايقت قد ايه لما عرفت انكم سبتوا بعض. كل شيء نصيب. الو؟ ايوه يا ندى. أنا بدران. أيوة يا دكتور، أنت فين؟ الناس كلها بتسأل عليك. على فكرة مبروك الوزارة، أنا فرحت قوي. مش مهم الكلام ده دلوقتي، سيبي كل اللي عندك وتعالي لي فورا. في معايا تقرير خطير لازم تشوفيه دلوقتي حالا. تقرير إيه؟ بعدين بعدين لما تيجي هتعرفي كل حاجة. بسرعة يا ندى بسرعة، ما تتأخريش عليا، أنا مستنيكي. عبدو عبدو، انت جيت يا عبدو؟ ايه ده؟ جميل. دكتور بدران؟
دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ مين اللي عمل فيك كده؟ مين اللي عمل فيك كده؟ دكتور بدران؟ مين اللي عمل فيك كده؟ دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ دكتور بدران؟ الو طيب ايه اللي حصل؟ الجريمة حصلت من ساعة ساعة ونص، وأول ما جالنا البلاغ اتصلنا بسيادتك. وايه الصحفيين دول كلهم؟ سيادتي كان مترشح انه يبقى وزير. انت مش هتبطل اكل ولا ايه؟ ما انا ما اكلتش من ساعه ونص. سياده العميد، تفتكر ايه هي ملابسات الجريمه يا فندم؟ ممكن ساعتك تسمع الحديث. يا ترى عرفتوا القاتل؟ حقيقي يا بطل ولا ايه؟ لقيت سلاح الجريمه؟ تفتكر يا فندم ان في مجموعه ارهابيه هي اللي قامت بالجريمه، وخصوصا ان القتيل كان مرشح ان هو يبقى وزير؟ سياده العميد، مفيش جنس صحفي يدخل حتى لو كان من سكان العماره. زي ما انتم عجبكوا كده جبتوا لنا الكلام؟ اوكي. وصلتوا الحاجة يا انور؟ لسه يا باشا سيادتك، بيرفعوا البصمات وبياخدوا اقوال الموجودين. ده بواب العمارة. وده السفرجي. كان موجود وقت الحادثة؟ لا يا فندم. هي دي؟ ايوه يا فندم. الدكتوره ندى مختار السيد، على فكره هي اللي بلغت عن الحادث. بتقول ان القاتل هاجمها واغمى عليها، واول ما فاقت اتصلت بيه. بتقول حد غيرها شاف القاتل؟ لا يا فندم. قلت لي يا دكتوره؟ ايوه يا فندم، دكتوره صيدله. القاتل متجوز؟ متجوز، ومراته في اسكندريه عند اختها، اتصلنا بيها وزمانها على وصول. طب اول ما تيجي اشوفها. ودول لما تخلص هنا تجيبهم لي المكتب. ماشي يا فندم. ندى، ندى. ممنوع يا ست. ممنوع ايه دي اختي؟ ايه يا ندى؟ ايه اللي حصل؟ انا اول ما سمعت جيت على طول، هو فيه ايه؟ الدكتور بطران مات يا فوزية. اتقتل. لا مؤاخذه يا مدام، شويه كده بس عشان الصوره. ما سيبنا في حالنا انت راخر، ما كفاياك بقى هي ناقصاك. عادل عادل وصلت. كم فهم حقيقي انت والدكتور بدران كنت تتطبقوا؟ ايه سبب صبرك؟ انت عارف ان الباشا عندي حقيقي صبرك في الاسكندريه كان نتيجه خلاف مع كنت متجوزين من كام سنه؟ كوثر هاني، انتوا متجوزين من كام سنه؟
انت ودكتور بدران متجوزين ليه؟ انا ما يموت. كنت عارفه انه مراجعه الوزاره. هل كان في اعداد للدكتور بدران؟ ليه يا ندى ليه؟ ليه تعملي فينا كده ليه؟ حرام عليك يا شيخ، ليه تعملي فيا كده؟ ده انا كنت بحبك زي بنتي. ليه؟ منك لله يا شيخ، منك لله، ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منك. اتفضلي يا مدام اتفضلي. المهم يا جماعه دول ندى، هي ايه الحكايه؟ مش فاهمه حاجه، مبقتش فاهمه حاجه. الدكتور بدران كان بيعزها جدا، وانا كمان كنت بعتبرها واحده من العيله، كنت بعزها زي بنتي بالظبط. ويوم ما اتطلقت من الدكتور عزيز ما حدش وقف جنبها غيري انا وبدران. اللي احب اكده لسيادتك، رغم الطلاق اللي حصل بينا، الا ان الدكتوره ندى انسانه عظيمه. يوم الحادثه الدكتور بدران بعت لي الجرنان عشان اسلم المقال الاسبوع بتاعه. رجعت من هناك لقيت المصيبه دي. او شرفك يا بيه، هو ده اللي حصل. والله العظيم يا سعاده الباشا، انا لا شفت ولا سمعت حاجه. ده انا في الوقت ده كنت في مشوار لواحده ساكنه في الدور الثالث، حتى اسالها سعاده الباشا. يعني محدش شاف القاتل غيرك انت؟ القاتل فعلا كان موجود في الشقه وهاجمني. انت شفتيه؟ ايوه شفته. كان شكله ايه؟ مش متاكده، كل شيء تم بسرعه. كان طويل، قصير، تخين، رفيع؟ مش فاكره، مش متاكده. كان له شنب، شعر اصلع؟ ايوه كان له شنب. انت متعوده تزور الدكتور بدران لوحده في البيت؟ قصدي يعني حتى لو مراته مش موجوده. الدكتور بدران كان استاذي وكان في بينا شغل كتير. ردي على قد السؤال، كنت بتزوريه حتى لو مراته مش موجوده؟ كتير يا بيه، كتير. كان بيخش اوضه المكتب ويقفلوا عليهم الباب، وكان يقول لي يا عبده لو حد سال عليا قول له انا مش موجود. ده غير التليفونات اللي كانوا بيتكلموا فيها بالساعات. كانوا بيتكلموا بيقولوا ايه؟ والله يا بيه ما اعرف، اصلا كانوا بيتكلموا بصوت واطي. ندى كانت بتشتغل مع الدكتور بدران في ابحاث الامصار، وكانت بتحترمه وتعزه كاستاذ. كاستاذ وبس؟ قصدك ايه؟ انت فاهم قصدي كويس. انا ما اسمحلكش. امال اتطلقتوا ليه يا دكتور عزيز؟ سبق وقلت لك ان الجواز والطلاق اسمه ونصيب. الدكتور بدران كان عصبي جدا الاسبوع الاخراني، لدرجه انه اتخانق معايا، وعشان كده انا سافرت اسكندريه عند اختي. لكن عمري ما تخيلت ان علاقته بندى ممكن توصل للدرجه دي، او انه يحصل اللي حصل. وانت ايه اللي وداك هناك في الليله دي بالذات؟ الدكتور بدران هو اللي اتصل بيا وقال لي انه عنده اوراق خطيره عايز يوريهاني. ورق ايه؟ ما اعرفش. وبعدين؟ اول ما دخلت لقيته مرمي على الارض، جريت عليه، حسيت انه عايز يقول لي حاجه. حاجه ايه؟ ما لحقش. وبعدين فجاه ضربني على راسي. الدكتور بدران؟ لا، القاتل. يعني قصدك ان القاتل بعد ما ضرب الدكتور بدران بالرصاص ما تخنت قوي، فضل قاعد مستنيكي لغايه لما توصلي عشان يهاجمك انت كمان؟ هو ده اللي حصل بالظبط. طب قتل الدكتور بدران ليه؟ ما اعرفش. طب هاجمك انت ليه؟ ما اعرفش. وايه اللي ما اعرفش؟ ما اعرفش، ما اعرفش. وانت كل حاجه ما اعرفش ولا ايه؟ انا قلت لك كل اللي حصل. انت ما قلتيش حاجه بالمره يا دكتوره. انا كل اللي عاوزك تقوليهولي قتلت الدكتور بدران ليه؟ انا قتلت الدكتور بدران؟ طب ليه؟ انت هتستعبطي بقى ولا ايه؟ انت كان في بينك وبينه علاقه، الراجل حب يخلصها، رحتي له البيت، كلمه منك كلمه منه، اتطولتي عليه، اتطول عليكي، رحتي سحبه الطبانجه وطخاه. ولا انا بتكلم غلط؟ ايوه انت غلطان، انا ما قتلتش الدكتور بدران، ما قتلتوش، انا فعلا ما قتلتوش. امال تفسري بايه الخدش اللي في دراعك؟
ومفتاح الشقة اللي كان في شنطتك والمسدس اللي كان جنبك والدم اللي كان على هدومك. ها تقرير المعمل الجنائي يؤكد ان الرصاصه اللي خرجت من المسدس هي نفس الرصاصه اللي قتلت الدكتور بدران وان البصمات اللي لقوها على المسدس هي نفس بصمات الدكتوره ندى. وتقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان الدم اللي على هدوم ندى دم الدكتور بدران وان انسجه الجلد اللي لقوها في ضوافر الدكتور من الخدش اللي اتراح. طب خلاص كده القضيه اتقفلت، حولوها على النيابه. محكمه حكمت المحكمه حضوريا باحاله اوراق المتهمه ندى مختار السيد الى فضيله المفتي رفعه الجلسه. سيادة العميد ايه رأيك في حكم المحكمة؟ وفي حد يا ابني بيعاقب على حكم المحكمة؟ ايوه بس ده ظلم ظلم، اخزي مش ممكن تعمل كده، اخزي ما تقتلش ما تقتلش. معلومة انا واثق من براءة ندى وان شاء الله هنثبت ده في المقر. يلا معايا. دكتورة ندى دكتورة ندى دكتورة ندى، ايه رأيك في الحكم؟ انا بريئة والله العظيم بريئة. شوية يا فندم هات وين. اتكلنا على الله. انا بقى ما كانش يزيد عليا الطلب غير في الليالي البرد اللي زي دي. الدفع عفا يا حبيبتي. وانت بقى يا اختي تهمتك ايه؟ نشط ولا سرقه ولا اداب؟ لا يا اخرى وانت استاذه، شكلها محترم زي بتوع السياسه. يا اختي عليا وهي بتنكشف كده. ايه في ايه؟ كهرباء قطع يا فندي. طب انزل شوف مالها. هي ناقصه تاخير. ايه لحقنا نوصل؟ ده الدنيا كحل بره. الله، امال وقفنا ليه؟ لازم حد من الحراسه مزنوق. نزل يفك زنقاته. ايه مالها العربيه؟ هنشوف فيها ايه؟ الظاهر ترمبه الجاز قطعه. طب شغل شويه. ماشي. خف شويه يا صندوق، طريق فاضي وطويل، سيبها لله يابا. Yeah!
يا نهار اسود ومنيل بنيله. البنك هينفجر. لو سمحت لو سمحت لو سمحت. رجلي رجلي مسنوقه جوه. يا ريس انت يا ريس تعال معايا ساعدني. انا ايوه انت مستمعني؟ بسرعه شويه بسرعه. سيب يا حبيبي الرضعه اللي في ايدك دي، يلا ورايا. ايه يا باشا؟ ايه اللي حصل؟ عربيه الترحيلات اللي كان فيها الدكتوره ندى عملت حادثه. جرالها حاجه؟ ما اعرفش يا اخوي، انا طلبت قوه كبيره في حصل المكان. ايه الاخبار؟ سواء والتباع وسواء عربية الترحيلات ماتوا، والظابط واثنين من عساكر الحراسة صابين وهنقلهم المستشفى. والمساجين؟ ثلاثة طابة بعدين كويس. وندى؟ لسه. عايز حواجز ونقط تفتيش على كل مداخل ومخارج المنطقة. هي ما لحقتش تبعد. هاتوهالي. اتحركوا! فكرة ندى هي اللي انقذت حياة الضابط وعسكريين الحراسة. مش مشكلتي. Thank you.
فين يا دفعه؟ ما فاتش الماسوره يا فندم. يا بني ادم دي ماسوره صرف صحي، اللي بيخشها يموت. انت عاوز تموت؟ لا يا فندم. شايفه المصنع اللي هناك ده؟ روحي استخبي فيه لحد ما تشد حيلك. طب وانت هتعملي ايه؟ ملكيش دعوه بيا، انت من سكه وانا من سكه، ولو حصل واتقبض عليكي انت لا شفتيني ولا تعرفيني، فاهمه؟ يلا. انت ليه مش عايز تقتنع اني بريئه؟ شد الحبل وطلعيني. طب خلي بقى رجالتك لما يجوا هما اللي يطلعوك. هذا الله. انا عاوز بيتها يتراقب وكل معارفها مراقبه 24 ساعه، صورها تتوزع على المواني والمطارات. دي ما تهربش مني ابدا، مفهوم؟ ايه اللي حصل يا سياده العميد؟ ايه اللي جاب ده هنا؟ شغلتي يا سياده العميد، شغلتي ان انا اجري ورا الاحداث. صحيح الدكتوره نادي هربت؟ شيلوا الجدع ده من قدامي. لو سمحت انا سلطه رابعه، محدش يشيلني، همشي لوحدي. عزيز. أيوة. عادل عبد الستار محرر بصفحة الحوادث. ما عنديش حاجة أقولها للصحافة. أوكي، أسأل أنا سيادتك وسيادتك تجاوب. سيادتك ما زلت مصر على إن الدكتورة ندى بريئة؟ وده اللي هنثبته في النقد إن شاء الله.
بتهيألي لما يلاقوها الأول. قصدك إيه؟ قصدي إن الدكتورة ندى هربت. هربت يعني إيه؟ هربت إمبارح وهم مرحلين على السكة. اتفضل سيادة. أنا اللي كاتب الموضوع ده. بتهيألي كده القضية انتهت. انتهت ليه بقى؟ لو زي ما حضرتك بتقول إن الدكتورة ندى بريئة، إيه اللي يخليها تهرب؟ شوف أستاذ عادل، لو اتحكم عليك حكم بالإعدام وأنت بريء ولقيت حبل المشنقة بيتلف حوالين رقبتك، هتعمل إيه؟ تسيب نفسك للموت ولا تهرب وتحاول تثبت براءتك؟ أفهم من كده إن سيادتك ما زلت مصر على إن هي بريئة؟ هربتي ازاي؟ الظروف ساعدتني. وناوي عليا؟ مش عارفة، حاسة اني تايهة غرقانة، الدنيا كلها اتقفلت في وشي. عشان كده جيتيلي. طبعا انت الانسان الوحيد اللي ممكن ألجأ له واثق فيه. عمري ما كنت اتخيل ان في علاقة بينك وبين بدران. وقف العربية، وقف العربية. ندى أنا آسف يا حبيبتي، أنا مش عارف قلت كده إزاي. آخر واحد كنت أتخيل إنه يشك فيا أنت يا عزيز. يمكن لسه عشان بحبك وبغير عليكي وحاسس إنك بتاعتي رغم إن إحنا انفصلنا. بلاش نتكلم في اللي فات أحسن. عندك حق. هتعملي إيه يا ندى؟ مش عارفة يا عزيز، مش عارفة. أنت أحسن حاجة تسافر برا البلد. يا ريت، بس إزاي؟ أنت باسبورك فين؟ في البيت، بس طبعا البيت متراقب. طب انا هتصل بفوزية خليها تبعت لي الباسبور واطلب لك كل حاجه في خلال 24 ساعه. عزيز انا عايزه. عايزه ايه يا ندى؟ عايزه فلوس تحت امرك حبيبتي، ادي كل اللي معايا. متشكره قوي، هبتصل بيك بكره بقى عشان تقولي عملت ايه. ها ضروري. خلي بالك على نفسك، ربنا معاكي. يلا يا استاذ. الظاهر في حد جوه. طيب لو سمحت يا مدام.
على فين يا مدام؟ اي اوتيل كده بس اقضي فيه ليلتي. الهيلتون ولا الشيرتون؟ لا يا ريت حاجه ارخص من كده بكتير. اصل الحقيقه انا لسه واصله مصر وشنطي كلها ضاعت وما اعرفش حد هنا. انا ليا واحد صاحبي كده عنده مكان على قده. لا بتحب؟ ايوه حلوه قوي. يا رب تعجبك. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من غضب الله. اعوذ بالله من غضب الله. جهنم وبئس المصير. بس كده من عناية يا استاذ شيحه. جماعه بقى باذن الله ولا سنجل؟ قصد اوضه فرداني ولا سرير في اوضه؟ لا فرداني. ماشي. وعشان خاطر الوسطى شيحه انا هحسبها لك ب10 جنيه بس في الليله. البطاقه لو سمحتي. ايه البطاقه؟ في الحقيقه البطاقه مش معايا. طب معاكي كارنيه، رخصه، باسبورت، اي اثبات شخصيه؟ اصل كل اوراقي كانت في الشنطه وشنطتها اتسرقت وهي غريبه في البلد، وحدانيه، ملهاش حد. تعمل ايه يا ناوي؟ تبيت في الشارع؟ ما انت عارف يا شيحه دي تعليمات ومسؤوليه وسيم وجيم. يبقى انا ماليش خاطر عندك. ماشي يا شيحه، كل ده علشان خاطر العشره بس. ويا ترى الفلوس معاكي ولا اتسرقت هي اخرى؟ لا الفلوس كانت معايا في جيبي. امر لله، بس الدفع مقدم. اتفضل، ده مبلغ تحت الحساب. متشكرين يا حاج ناوي. يا هانم لو احتجتيني انا دايما في القهوه اللي على راس الشارع. قولي بس وسط شيحه، الف مين يدلك. متشكره قوي يا عم شيحه. العفو يا هانم. مخيمه. ايوه يا عم ناوي. خد وصل للست هانم من الدور الاول اخر اوضه على الشمال. حاضر. خد وصل للست هانم. على فكره يا هانم، لو حصل تفتيش ابقى قول ان انت جاي تزوري واحده ست قريبتك نازله هنا. يلا. قشطه قشطه بالحابه المبلغ. حب الملابس يا اخي. هوبا تيتو مامبو. هوبا تيتو مامبو. هي في المكان الستان؟ لا. دي واحدة هربانة وجاري البحث عنها. دي مش أي واحدة، دي محكوم عليها بالإعدام.
واحده قتلت وكيل وزاره كان مترشح يبقى وزير، يعني قضيه ليها ابعاد سياسيه ولازم نهتم بيها، ولا هو التركيز كله على الكوره وبس؟ احنا مش برضو جريده قوميه ولا هي قلبت اهلي وزمالك بس يا فندم؟ خلاص يا سيدي خلاص خلاص، فين الخبر؟ ايوه كده اتفضل. ايه ده ايه ده ايه ده يا حبيبي؟ ده مش خبر، ده مقال. انما ايه؟ ولعه ولعه يا فندم. بعدين الواحد لازم يتنطق شويه بقى يا سامي بيه، ولا انا هفضل طول عمري محرر في صفحه الحوادث. اوكي اوكي، ميرسي قوي يا سامي بيه. كويس قوي. هكدب عليك لو قلت لك لا. سيارة وماله؟ مش عارف ايه اللي دخلني كلية الشرطة عشان اشوف اشكال، مع ان مجموعي ساعتها كان يجيب طب او هندسة. سيادة العميد. يا نعم. هنا مكان شغل وانا عندي مواعيد كتير قوي. اي خدمة اقدرهم بيها؟ هو سؤال ورد غلطان. بخصوص ندى. بالظبط كده. ما تعرفش راحت فين بعد ما هربت؟ ولاش عرفني. ما هي اكيد هتتصل بأقرب الناس ليها. احنا سألنا كل ما عارفها، ما فاضلش غيرك. يعني ما ردتش عليا. وانت ما سألتش يا سيادة العميد؟ نسأل. ندى اتصلت بحضرتك؟ وايه اللي خلاك تعتقد انها ممكن تتصل بيا؟ انت ناسي ان احنا مطلقين ولا ايه؟ لا مش ناسي ولا حاجة. مش ناسي كمان انك كنت اكتر واحد بتدافع عنها. وقومت لها اكبر محامين. لاني واثق من براءتها وقلت الكلام ده عندك في التحقيق. بريئه ولا مش بريئه دي مش مشكلتي يا دكتور، انا مشكلتي اقبض عليها وخلاص. لكن ده مش عدل. اسف يا دكتور، عم جوده جاب الباسبورت. بعدين بعدين يا نجم. لا مؤاخذه، اصلي كنت بشتغل في مباحث الجوازات قبل كده. يا دكتور انت يا نجم. صورتها حلوه قوي في الباسبور. الحقيقه ندى كانت مستنياني امبارح قدام النادي وطلبت مني فلوس. واديتها كام؟ حوالي 300 400 جنيه، كل كانوا معايا. وبعدين مشت. راحت فين؟ حقيقي ما اعرفش. الو. ايوه عزيز، وصلك الباسبور؟ لا لا لا، الموضوع اللي كلمنا فيه امبارح مش هينفع اخلصه النهارده. في حد جنبك؟ بالظبط. بعدين بعدين. يا ريت تكلمني بعد كده. عزيز. عزيز بيه، طبعا انت عارف دلوقتي انك ممكن تروح في 60 داهية وتترمي في السجن عشان بتضلل العداله وبتتستر على مجرم هارب. فخدها نصيحه مني، لما ندى تكلمك تاني عشان تتفق معاك تتقابله تبلغني، والا المره الجايه حاجي ومعايا اذن النيابه. اسمح لنا بالباسبور. ما بدخنش. اتفضلي يا مدام اشربي. مالك يا مدام؟
شايله هموم الدنيا دي. بلاوي الدنيا كتير. خدي ودي معايا في الكلام، فضفضي عن روحك يمكن ترتاحي. ما تقلقيش مني يا مدام، اهو ان ما نفعتكيش مش هضرك. حياتي بتضيع مني. هي الدنيا كده، يا قاتل يا مقتول. بس انا عايز اعيش. خلاص اتمسكي بالدنيا، تبتي فيها. ازاي الظروف كلها ضدي؟ ان كنت على حق ربنا هيبقى معاكي. اشربي اشربي يا دكتور. انا عرفتك اول ما شفتك، حكايتك وصورك كانت ماليه الجرايد. صحيح شكلك اتغير شويه، لكن انا برضه عرفتك. ما تقلقيش مني، انا زمان في شبابي كنت اخر شقاوه، ضرب الدنيا 60 صرمه. مراتي هربت مني، اخواتها الله يسامحهم اتهموها فيا، خدت مؤبد 7 سنين دقت فيها مرات السجن لحد ما لقوها وطلعت براءه. دنيا ياما في الحبس مظاليم. صدقني لو قلت لك اني بريئه. الدنيا علمتني افرق بين الصادق والكذاب. المهم مش انا اللي اصدق، المهم الحكومه اللي تصدق. طب ازاي؟ قول لي اعمل ايه؟ دوري على الحقيقه يا دكتوره، اثبتي لهم براءتك حتى لو شعلتيها نار. ايوه يا نجم، انا بتراقب. سيبي كل اللي عندك وتعالي فورا، يجي معايا تقرير خطير لازم تشوفيه دلوقتي. الو الو، منزل الدكتور بدران عبد الجواد. ثانيه واحده لو سمحت. الو، من فضلك هنا وزاره الصحه قسم صيدله. كنا عايزين نسال عن اوراق وتقارير كان الدكتور بدران خدها من الوزاره قبل وفاته. كل الاوراق الخاصه بالوزاره اتسلمت للسكرتاريه بعد وفاه المرحوم. مين اللي بيتكلم؟ الورق رجع الوزاره. الو الو، مين يا عبد؟ بيقولوا الوزاره، لكن الظاهر والله اعلم متهيألي انه صوت الدكتوره ندى. ندى احتمال كبير تكون غيرت شكلها، تكون سبغت شعرها او لبست عدسات او حتى باروكه. اشرف تمام يا فندم، خلي محمود عبد الشافي يشتغل على الموضوع ده. افندم دي مدام كوثر. مين؟ مدام كوثر ارمطت الدكتور بدران. بطل اللي انت بتدفعه ده بالكوب. الو ايوه يا هانم، اهلا وسهلا. كانت جايه تسال على ايه؟ لا لا ما تقلقيش، احنا هنتصرف. Thank you.
في ورق مهم نسيته على مكتب عماد بيه ولازم يكون الصبح على مكتب سيادة الوزير. تفضل عنده غير ملف صيدلية الدكتور مراد ومراته رجعته بعد ما مات. صيدلية الدكتور مراد فين الملف ده؟ في الشانون. هاتيه. هنا وحاولت تقتل مدام سامي ورايا. مباحث جنائية يا ابني. ها ايه بقى اللي حصل؟ الله 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 الله، ده انا صحافة يا جدعان، سلطة رابعة. اوكي؟ اوكي. هجمت عليا وحاولت تقتلني، ولما صرخت ضربت عليها بالرصاص. رصاص؟ رصاص؟ هي معاها مسدس؟ ايوه. انت متأكدة انها ندى؟ هي صحيح مغيرة لون شعرها،
بس انا فاكره كويس قوي من ايام ما كانت بتشال عن الدكتور بدران. كانت عايزه ايه؟ ما اعرفش، هي كانت بتدور على ورق. ورق ايه؟ الملف بتاع الدكتور مراد. اه مين بقى الدكتور مراد ده؟ وبعدين معاك يا جدع انت، مين الدكتور مراد ده؟ صاحب اجزخانه في الزمالك، بيشتغل في مستشفى، بس الحقيقه انا ما اعرفش اسم المستشفى. يا مدام خديجه، الدواء ده على مسؤوليتي انا. هاي هيخسسك بالقليله 5 كيلو في اسبوع واحد. بكام ده يا دكتور؟ 250 جنيه. والله يا بلاش، ادينا منه 2 لو سمحت. قوي قوي. خليهم 5 يا دكتور. قوي قوي قوي، عن اذنكم. انت ايه اللي جابك هنا؟ مزنوق لك يا دكتور. انت مش كنت لسه هنا من كام يوم؟ ايه اللي عايزه تاني؟ يعني الحق عليا، اللي جاي احذركم. تحذرنا؟ تحذرنا من ايه؟ الدكتوره نادى اتصلت النهارده الصبح وبتسال على الاوراق. الاوراق؟ اه. وهي تعرف منين؟ ما تخافش يا دكتور، ما تعرفش. ما هي لو كانت تعرف كانت قالت الكلام ده في المحكمه، بس الظاهر والله اعلم انها ابتدت تشم خبر. ورحمه ابويا الغالي ما قلت حاجه لحد يا دكتور، عيب. ده انت برضه افضلك عليا. ما انا لو عايز اقول مشريط الفيديو عندي ولا ساعتك. طيب. ناسي. خد خد كله من يد من اقدامها يا دكتور. بس لو سمحت ممكن سعادتك تامر لنا بكام شريط من اياهم؟ خد اللي انت عايزه وانت خارج. يلا مع السلامه. ما نتحرمش منك ابدا يا دكتور، بالاذن. الو. ايوه يا باشا، انا مراد. الحقني يا باشا، ندى ابتدت تسال على الورق. ايه اللي جاب ده هنا؟ مين ده؟ عبده سفراجي الدكتور بدران. اللي لم شامع المغربي. تحب اطرلك من فيهم؟ اللي راكب العربية بسرعة. شعليها. دكتور مراد موجود؟ أنا آسف، الدكتور مراد راح مستشفى. مستشفى إيه؟ خلي بالك من نفسك. ما تخافش، ربنا معايا. Thank you.
لو سمحت يا دكتورة، الدكتور مراد فين؟ دكتور مراد مين؟ بتاع الصيدلية. علي صاحي بتوع النبطشية، وانت تعالى معايا. ايه اللي حصل؟ حادثه اوكي. اعلن حاله الطوارئ في المستشفى وخليهم يستشفوا بالدكاتره اللي بيرسوا ييجوا على طول وجايات الطوارئ وقت العمليات. لو سمحت قولي لي مراد بتاع الصيدليه فين؟ سيبك معايا يا اخي، ده هو في ناس بتنزل. طب مدير المستشفى فين؟ على جميع هيئه التقنيه التوجه الى الاستقبال فورا. على جميع أطباء النبطشية سرعة التوجه إلى استقبال الطوارئ. انت دخلت هنا ازاي؟ انا جاي لك عشان تفسر لي اللغز الغريب اللي انا عايشة فيه. فالزورة دي ولا ايه؟ دكتور مراد انا ما عنديش وقت للمناهدة. مين اللي قتل الدكتور بدران؟ وقتلوا ليه؟ وفين الملف اللي كان عنده الدكتور بدران قبل ما يموت؟ وايه علاقتك بعبد السفرجي؟ ايه عبده كمان؟ انا ما اعرفش حد باسم ده. انت كذاب. انا شفته خارج من عندك النهارده. سيبي دراعي. انا ما عملتش حاجة. ما عملتش حاجة. ما اعرفش حاجة. قلت لك مين اللي قتل الدكتور بدران؟ انا ما عنديش وقت. عقلي يا نهدى. ما توديش نفسك بداية. انا واحده محكوم عليها بالاعدام فقضيه ما ارتكبتهاش. مش هتفرق كتير معايا لما اقتلك دلوقتي. انت شكلك اتجننتي. ما عملتش حاجه. على جميع رجال أمن المستشفى سرعة التوجه إلى الصيدلية للأهمية. الصيدلية فين لو سمحت؟ شفني مشغول يا أخي. الصيدلية فين؟ السيد الدكتور رئيس قسم المخ والأعصاب سرعة التوجه إلى عمليات الطوارئ. شفت القاتل؟ ايوه دقتني وهربت من هنا. هربت؟ انت بتعمل ايه؟ اخر حامني بقى وانتوا واقفين مستنيين ايه؟ وراه على الساده اطباء بنك الدم التوجه الى مقر البنك. الدكتور صلاح عبد الرازق مصروف فورا في حجره عمليات الطوارئ. Thank you.
ميس يا ميس. ايوه. بسرعه على العمليات، تعبتك في الطحال، التقرير بتاعه اهو. اتحركي، واقفه ليه؟ بسرعه. ده عنده تهتك في الطحال، وده التقرير بتاعه. حضري العمليه بسرعه. ايوه بس انا مش ممرضه عمليات. يعني ايه؟ ما هو مفيش ممرضات فاضيه، وانا اعمل ايه يعني؟ اقعد اتفرج عليه لغايه ما يموت بين ايديا؟ اتفضلي البسي ده. حاضر يا دكتور. حاضر. يا دكتور. الحمد لله، لولا وجودك كان مات. انت ممتازه. الحمد لله. انا طب وقت العمليات بسرعه. ممنوع دخول اوضه العمليات من غير تحقيق. رايح فين؟ اللي قتل الدكتور بدران وكان عايز يقتلنا انا كمان. يقتلك ليه؟ والراجل ده على الطريق ازاي؟ مش عارفه، انا ما بقتش عارفه اي حاجه خالص، ما بقتش عارفه اي حاجه خالص. حصل له ايه؟ حاجه بسيطه، مجرد خدش بسيط. خدش بسيط؟ انت الكلب بتحاول تقتلنا انا؟ يا نهار اسود، ده انا صرت رابعه جعان. عشان تبقى اتحرك تمشي ورانا تاني. اوكي، بس هو انا اعتقها ده مبقاش مجرد تحقيق صاحب، ده بقى طار شخص. اسمع يا حبيبي، لو شفتك في حته تاني انا فيها هقبض عليك بتهمه تعطيل مهام الشرطه. مش من حقك يا استاذ، انا سلطه رابعه، ان شاء الله تكون سلطه عشره. يا بشتك. اوكي اوكي. الكاميرا فين؟ فين الكاميرا؟ فنتانيل، بيتيدين، مورفين، كلها ادويه مخدره. طب وبتقتله ليه؟ يمكن تكون مرافقه ورا اخر. الكروت دي لقيناها في جيبه يا باشا. شركة سيد، الشركة العربية للأدوية، فاركو، الشركة العالمية،
الدكتور عزيز محسن سليمان. انا عايز المنصه تتحط هنا الاربع انفار. الاستاد ده مكانه كويس وعايز شاشه كبيره هنا اهو عشان تستقبل افلام الفيديو اللي هنعرضها للناس. اوكي ايه تاني؟ الاضاءه تركز على الراجل اللي بيتكلم هنا، مش عايز اي اضاءه على الشاشه خالص عشان الصوره تبقى واضحه. مفهوم كلامي ده؟ ممكن ناخد من وقتك دقيقتين؟ ما انا سبق وقلت لك كل اللي عندي. تحب نبعت لك بشكل رسمي؟ سيادة العميد، لو كنت جاي لي بخصوص ندى انا ولا شفتها ولا كلمتني من ساعه ما كنت عندي في المكتب. لا لا، انا جاي لك بخصوص موضوع تاني خالص. سيادة العميد، انا عندي مؤتمر خلال يومين ولسه ناقصني مليون مفهوم حاجه. مفهوم مفهوم مفهوم. تعرف واحد اسمه مراد زكريا الجمل؟ مين؟ مراد زكريا الجمل ده صيدلي، صاحب صيدلية وبيشتغل في مستشفى. ايه، وده هربان وبتدور عليه كمان؟ لا ده لقيناه خلاص، بس مقتول. ندى ضربته بالرصاص امبارح بالليل. انت بتقول ايه؟ ها، تعرف حد بالاسم ده؟ ولا عمري سمعت عنه. الكارت ده بتاعك مش كده؟ ايوه بتاعي. ده لقيناه مع القتيل. سيادتك بتقول ان القتيل صيدلي وانا صاحب شركه ادويه، اكيد اي مندوب مبيعات من عندي اداله الكارت بتاعي في اسمي واسم الشركه. اي خدمه تاني؟ لا متشكرين قوي، اسفين على الازعاج. طبعا اذنك دكتور عزيز. تفتكر قتلته ليه؟ لما ابقى اشوفها هبقى اسالها. ما تنساش وحياه عينيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. خليالك يا عم على الصفحة الأولى. الله حفظ الصحفي بقى. ألف سلامة يا بطل. الله يسلمك. ازاي؟ يا ريت كنت أنا بس على موضوع زي ده. أنت تقعي. بس على موضوع زي ده صعب. إيه يا سي عادل، إيه يا سيدي؟ بعت لي الموضوع من غير صور؟ لا النجت هو يا فندم، بس أنا خفت أبعته ولا يتسرق. ثواني والصور تكون عند مكتب سيادتك، أوكي؟ شد حيلك. أمال يا هيثم. أهلا أهلا يا سيدي. خلاص أهو. اتفضل يا سيدي. النور بقى. يا نهار اسوح، ايه ده؟ مش ممكن. مين مراد ده يا عزيز؟ ثم ان ندى تقتله ليه؟ انت برضه هتصدقي كلام الجرايد وان هي اللي قتلته؟ ده لو العالم كله شك انت ما تشكيش يا فوزيه. ندى اختك وانت عارفاها كويس. ندى ما تقتلش يا فوزيه. انا والله ما بقيت فاهمه حاجه خالص. ندى ملهاش حد في الدنيا غيرك واكيد هتتصل بيكي. فوزيه، أنا ليا رجاء واحد عندك. تحت أمرك يا عزيز. ندى لو محتاجة حاجة، أي حاجة، وأكيد هتبقى محتاجة لفلوس، أنا تحت أمرك وأمرها. مرسي يا عزيز. مرسي على إيه؟ أنت ناسي إن ندى دي كانت مراتي وليها معزة خاصة لغاية دلوقتي عندي. عجبك كده يا سيادة العميد؟ عجبك الحالة اللي إحنا فيها دي؟ صورها منشورة في الصفحات الأولى في كل الجرايد، والتلفزيون بيقدم لها برامج. ده حتى في خبر بيقول ان في مخرج سينمائي بيفكر انه يعمل لها فيلم. ده غير كبار المسؤولين في البلد اللي اتصلوا بي اكتر من مره بيسالوني ازاي مش عارفين تقبضوا عليها لحد دلوقتي. يا باشا احنا ملناش بركه لسيادتك، اديني بس شويه وقت. شوف قدامك 72 ساعه بالكتير، يا تكون وصلت لها يا اما هيبقى في كلام تاني. خير يا فندم. ايه الاخبار يا فندم؟ خير. وانتوا اللي يعرفوا شوف خير. اخبار اذن مراقبه التليفونات ايه؟ اذن المحكمه هيطلع بكره او بعده بكتير يعني. وليه مش النهارده يا اخويا؟ القاضي مش فاضي. اخبار مراقبه ايه؟ فوزيه اختي ندى قابلت عزيز النهارده في النادي وفضلوا مع بعض حوالي ساعه يتكلموا. كانوا بيتكلموا في ايه؟ معرفش. تعرفش يعني ايه ما تعرفش يا فندم؟ كانوا بيتكلموا وماشيين وما عرفناش نسمع حاجه. انت بقى اللي كانوا بيسالوك انت صغير هتطلع ايه لما تكبر تقول لهم ظابط؟ مفيش حاجه اسمها ما تعرفش يا فندم. وانت اهطل.
ايوه يا فندم. اذن مراقبه التليفونات يكون على مكتبي بكره الصبح. طب والقاضي؟ ان شاء الله تبات في حضنه. ندى ده اكيد واحده بتهرج. الو. فاكر لما قلت لك في المصنع اني بريئه؟ ما صدقتنيش وقلت لي مش مشكلتي. ايوه النهارده انا بخدت مصدر المكالمه دي حالا. انا فعلا بريئه، ما قتلتش الدكتور بدران ولا مراد. صعب اني اصدقك من غير دليل. الدليل كان قدامك يا سياده العميد امبارح في المستشفى. نصب ايه؟ قصدك يعني ان القاتل كان موجود في المستشفى؟ ايوه كان قدامك، لكن الظاهر انت مش شايف غيري وبس. 15 ثانيه. طيب اوصفي لي القاتل ده بس بالتفصيل الممالي. لو رجعت الملف القضيه هتعرف وصفه بالظبط. عرفتوا مصدر المكالمه؟ ما لحقناش يا فندم. سياده العميد انت تاني؟ سالت على سيادتك الصبح قالوا له رحت الوزاره، رحت لسيادتك هناك قالوا له رجعت المكتب، دوختني سيادتك. ها ايه الاخبار؟ اسمع يا جدع انت، انا سبق وحذرتك لكن المره دي يمديك. طب سيادتك بالراحه. ما تقاطعنيش، مش عاوز اسمع منك حاجه ومش عاوز اشوف خلقتك هنا تاني. واوعى تجيب لي سيره السلطه الرابعه دي، مفهوم؟ اوكي اتفضل. ايه ده؟ دليل براءه ندى. نعم يا اخويا. الصور دي سيادتك لقطها ساعه ما اتعورت، يعني في اللحظه اللي كانت ندى ماسكه المسدس ومفروض بتضرب عليها نار. اتفضل سيادتك. لو دققت النظر كويس هتلاحظ ان ندى ايديها فاضيه ما فيهاش اي مسدسات، ولو دققت النظر كويس قوي تلاحظ ان في واحد راجل واقف وراها بنفس المواصفات اللي ندى كانت بتقول عليها وقت المحكمه، محدش كان مصدقها بما فيهم سيادتك. فاكر سيادتك؟ اظن بقى ده دليل كافي على براءه ندى من ان هي اللي ضربتني بالرصاص. طب انت تتفرجوا عليا، ما تروحوا تجيبوا اشهاد. اسمع يا استاذ، جايز جدا الصور دي تنفي فعلا انها ضربتك بالنار وعورت حضرتك، انما ما تنفيش انها قتلت الدكتور مراد ومن قبله الدكتور بدران وان المحكمه حكمت عليها بالاعدام. مش جايز تكون بريئه؟ مش مشكلتي، انا مشكلتي ان اقبض عليها وبس. فهمت يا رابعه؟ انا فهمت، بس الظاهر ان سيادتك اللي مش عايز تفهم. ربنا يوفقك. أشرف هات لي ملف قضية الدكتور بدران. وجيتي بقيت وبالحق
بيكي ده؟ معلش مسامح كريم. مش بعيد تكون هي اللي دعتهم لغرفتها وبعدين اختلفوا على الأمر. ربنا يسامحك. احتشم يا امرأة قبل ما تتكلمي. من خيمة يا معلم ارمي حاجة الناس دي بره. واذا عدت قامت هنا حاسة رجلكم وانت طالع اساسا كل حاجة يروح لحد سبيله مش معتنكم انتوا رافضين. وانتي لمي نفسك شوية وبقفلي الباب كويس. احنا مش ناقصين مشاكل. الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها له جهنم بئس المصير. ما تفضوا مسكينة بقى من البغلين الحمضرين بتوعكم دول. هيا هيا انصرفوا. ايه يا مخيم عملت ايه؟ ضربتهم يا معلم. بس بس ايه انت في ايه؟ شو الصورة دي؟ يا ليلة مش فايتة. اعمل ايه في المصايب اللي عمالة تتحدف علينا دي؟ عرفنا مكان ندى فن. تمام يا سعادة الباشا. هي فين؟ الدور الأول آخر أوضة على الشمال. مدام فوزية مختار دي لسه واخده تاكسي وخارجه من شويه. خرجت؟ تعرفش راحت فين؟ سمعتها بتقول للسواق اطلع على السندباد. سندباد؟ سندباد؟ هنا بالذات هنا زحمه مفيش حد شايف حد. وبعدين يا ندى هتفضلي هربانه كده لحد امتى؟ مش عارفه يا فوزيه انا بقيت عامله زي الفار اللي جوه المصيده مش عارفه. جبتي لي فلوس؟ اه عزيز بعت لك ال2000 جنيه وبيقول لك لو احتجتي اي ايه ده؟ اجري انت يا فوزيه وانت هتعملي ايه؟ Thank you.
يا باشا وصلت اللي حصل فيه. اطلع مش يا القتل ورايا. اطلع مشيها بسرعة. الحرامية شرقانة مش عايزة تدور. وبعدين هنعمل ايه؟ انت انت انا هتصرف. ما تخافيش ما تخافيش، المرة دي أنا معاكي مش ضد، والله العظيم معاكي. أنا مش معاك أهو، خلاص بقى. هنروح على فين؟ على البيت عندي. بيت عندي متهيألي أأمن مكان تقدري ترتاحي فيه، إلا بقى إذا ما كنتيش واثقة فيا. أوكي؟ أوكي. بسرعة شوية. بسرعة. على المستشفى بسرعة. خليكم معاه وتتحفظوا عليه، واما يفوق بلغوني. تعرفت على عزيز ايام الجامعه، حبينا بعض واتجوزنا، كانت حياتي هاديه وجميله. انا انشغلت ببيتي وبرساله الدكتوراه، وهو انشغل بشركته لحد ما انتهى حبنا. زي كل شيء جميل ما بينتهي في الحياة، مين السبب؟ هو؟ أنا؟ مش عارفة. بعد ما اتطلقت شغلي بقى هو كل حياتي. فجأة اتقتل الدكتور بدران، اتقلبت حياتي جحيم. لقيت نفسي عايشة في لغز، مش لاقية له أي سبب، مش لاقية له أي تفسير. مين اللي قتل الدكتور بدران؟ واتقتل ليه؟ وليه القاتل بيطاردني عايز يقتلني أنا كمان؟ مش عارفة، مبقتش عارفة أي حاجة. حياتي بقت علامة استفهام، مش لاقية لها أي إجابة. مبقتش عارفة أي حاجة، مبقتش عارفة أي حاجة. القاتل ده انت متأكدة انك ما تعرفوش؟ ولا عمري شفته. يبقى اكيد في حد وراه، هو اللي مش عايزك توصلي الحقيقة، عشان كده بيقطع عليك اي خيط ممكن يوصلك ليها. هو مين وبيعمل كده ليه؟ السؤال ده بالذات كان ممكن يجاوب عليه الدكتور مراد، عشان كده اتقتل. يبقى مفيش قدامي غير عبده، هو الخيط الوحيد اللي فاضل لي. يبقى لازم نلحقه بسرعة قبل ما يتقتل هو كمان. أنا سواق تاكسي يا باشا، أي واحد يشاور لقف وقبل ما يسأل هو رايح على فين أكون نزلت وفتحت باب التاكسي يركب. والست هانم شاورتني، نزلت فتحت الباب ركبت. أنا غلطان في حاجة يا باشا؟ بقول لك إيه، أنت هتشتغلني؟ أنت بقالك ثلاث أيام مع ندى في كل حتة بتروحها. يا بيه أنا قلت لك أنا سواق تاكسي يا بيه، اللي شاور لقف له. تاني يا شيحة، تاني يا شيحة. كفاية كده يا فندم، الراجل تعبان ولازم يستريح. ايه يا جماعة؟ ايه؟ ايه في ايه؟ شوف يا عم شيحة، أنا راجل الصبر بتاعي من هنا لهنا، وروحي خلاص بقت في مناخيري. أنا مش هعتقك، إن شاء الله أقعد معاك للصبح. هتنطق يعني هتنطق.
لقيته؟ بقاله كام يوم ما بيجيش. وبعدين؟ بس عرفت عنوانه. انا كل اللي اعرفه انها ست مظلومه وبريئه، وانكم متهمينها زور. طب انا هفترض معاك يا شيحه انها بريئه، وان كل اللي بتقوله مظبوط، ان في حد بيجري وراها وعاوز يقتلها. انت فاكر كده انك بتحميها؟ بالعكس، انت كده بتضرها، كده هتموت. هي دلوقتي لوحدها، ما معاش حد يحميها. ما هو لو خايف عليها بجد لازم تقول لنا هي فين. والله يا باشا ما اعرف هي فين. طب ممكن تلجأ لمين؟ تسأل على مين؟ عبد السفرج يا باشا. الله يخرب بيته وبسنينه، الراجل اتجنن وهيجننا معاها. طلع الاوضه قفلها عليه ولا كلمنا ولا كلم حد. قال ايه جايين يقتلوه؟ هما مين اللي جايين يقتلوه؟ مش عارفة، كلهم البرشام والبلدية. وهو فين دلوقتي؟ جم أهله خدوه ودوه الفيوم. ما تعرفيش فين في الفيوم؟ والله ما أنا عارفة، الظاهر بلد اسمها صنورة. عبده مش موجود. طب هو فين؟ نلاقيه فين؟ معرفش. اعمل معروف، قول لنا هو فين، دي مسألة حياة وموت. قلت لك معرفش. تعالي يا بنت اقعدي جنبي. عايز اعدل في ايه؟ تبع صنور السبيل في الفيوم؟ ايوه يا من هنا يا سلافندي. لسه نايم يا عبده. سيد جبت البرشام يا سيد، جبت البرشام. اتفضل يا سلافندي. من دول؟ مين اللي انت جابه معاك يا سيد؟ انا مش قايلك مش عايز حد يعرف لي طريق جره. انت عايزهم يموتوني، عايزهم يقتلوني. مين اللي عايز يقتلك يا عبده؟ مين؟ دكتوره ندى. اتكلم يا عبده، ما تخافش. مين اللي عايز يقتلك؟ انا ماليش دعوه بحاجه، انا ما اعرفش حاجه. ما اعرفش حاجه خالص. كذاب، انت تعرف كل حاجه. ها اتكلم. ايه ده الحقيقه؟ ايه ده بس يا دكتور؟ اتكلم. لا لا، لو اتكلمت هيقتلوني. لو سكت برضه هيقتلوني. لا ما يقدروش، طول ما شريط الفيديو معايا ما يقدروش. شريط؟ في ايه شريط ده؟ ها؟ اتكلم، في ايه شريط؟ الشريط اللي لقيته عند الدكتور بدران ليلة ما اتقتل، وعرفت منه كل حاجة. ساعتها افتكرت إن الدنيا ادتني وشها، والبلية لعبت معايا، افتكرت إنه فتح لي باب السعد، أدري فتح عليا طاقة من جهنم. فين الشريط ده يا عبده؟ ما تخافش. فين الشريط؟ ما تسحب شوية يا أنور، أنت ماشي على قشر بيض. يا فندم أنا ماشي على 120. ألا ومالها ال 140 وال 150؟ أنت خايف الرخصة تستعب منك يعني؟ حلو، هتعملي إيه دلوقتي؟ هرجع مصر بسرعة. اهربي.
انا صحافه يا جدعان، سلطه رابعه. انت ايه حكايتك يا جدعان؟ وانا كل ما اشوفك الاقيك متعور. مش اشكال، انا اتعودت. المهم تلحق دلوقتي نادى القاتل بيجري وراها. اوكي، خليك انت معاه. تاكل شوكولاتة؟ اوكي. وفي نهاية حديثي أترك الكلمة إلى الرجل الذي لولا جهده ما كنا وصلنا إلى هذا المؤتمر، الدكتور عزيز محسن سليمان. شكرا. سيدتي وسادتي، زملائي وأصدقائي، أحييكم. بداية لابد أن أنوه بالجهود الجبارة التي بذلها عالم من أعلام الصيدلة في بلدنا، رائد من رواد مكافحة الإدمان وسوء استخدام الأدوية، الدكتور بدران عبد الجواد، الذي كثيراً ما طالب بوضع الضوابط وتشديد العقوبات على شركات الأدوية وصيدليات الموت التي تحولت إلى أبواب خلفية للإدمان، وعرفانا بجميل علينا جميعا وعلى هذا المؤتمر بالذات، أقترح أن
منتهى الوفاء. ندى؟ ما كانش ممكن يفوتني تأبين أستاذي الدكتور بدران. دكتور بدران اللي للأسف كان واحد من ضحاياك يا دكتور عزيز. أنا عرفت كل حاجة. عرفت ليه اتقتل الدكتور بدران ومين اللي قتله. على إذنكم، الظاهر الدكتورة ندى أعصابها تعبانة شوية. تعالي نخش نتكلم جوه. أنا مش قادرة أتخيل إزاي دكتور زيك يتاجر في المخدرات. هو ده ميثاق الشرف، هو ده القسم اللي اقسمته يوم ما اتخرجت يا دكتور. انت اتجننتي؟ انا لو قتلتك الف مره مش كفايه، لانك بتدمر المجتمع وبتقتل الجيل بحاله. تخرفتوا ليه؟ يا ساتر يا مجرم، انا هفرج الناس على جريمتك. تعالي هنا. انت قاتل يا عزيز، قاتل ومجرم. مراد اعترف لي انه بيشتغل لحسابك في تجاره الادويه المخدره اللي بيتبعوها للشباب وتكسبوا من وراها الملايين. اللي زيك لازم يتعدم في ميدان عام. يكفيك كام يا دكتور وتنسى الموضوع ده خالص. انا مش للبيع يا دكتور عزيز. التقرير ده هيكون بكره الصبح على مكتب النائب العام. دي ملايين يا دكتور، ومصلحتك تقطع التقرير ده خالص، يا اما هيبقى لي تصرف تاني خالص يا دكتور. هتعمل ايه؟ هقتلك يا بدران. برا بيتي. خلي بالكوا دي معاها مسدس. وانا بيودي على فين؟ على السطوح يا فندم. عزيز عبده اعترف بكل حاجة. ارمي سلاحك وسلم نفسك. خطوة كمان وهخلص عليها. ما تخلص، استني ايه؟ انا تعبت. هات ايدك، ايدك دي، هات هات ايدك، ايدك ايدك، ساعدني برجلك، ساعدني برجلك. ايوه كده، ايوه أظن دلوقتي تأكدت إني بريئة. مش مشكلتي، أنا مهمتي كنت أحط الحديد في إيدك كده ومهمتي خلصت خلاص.
ان شاء الله الاجراءات تخلص بسرعه واوصلك بنفسي للبيت زي ما قبضت عليك. عندكم بن مهوج؟ عشانك انت بالذات لا. والعمل؟ لا مش مشكلتي. اطلع يا ابني.